بالكريز. انا عارفه ان الكريز لسه موجود، قرب يشطب بس هو لسه موجود. فهنعمل كب كيك بالفريز الكريز الفريش. على فكره احنا ممكن بدل الكريز نستعمل فراوله، نستعمل اي فاكهه احنا عايزينها. انا هعمله النهارده بالكريز وهنزوقه بالفروستنج بتاع الكريم تشيز، حلوه قوي وهشه وجميله وهتعجبكم جدا. المهم هنبتدي المقادير بتاعت الكب كيك. هستعمل 200 جرام دقيق، 150 جرام سكر، 200 جرام زبده، 4 بيضات، معلقه كبيره بيكنج باودر، فانيليا، نص كوبايه لبن، كيلو كريز منزوع البذور، كيلو نص كيلو زي ما انت عايزه الكريز يبقى كتير ولا قليل في الكب كيك. الفروستنج بتاعنا او اللي هي الزينه اللي على الوش، هنستعمل 150 جرام كريم تشيز، نص كوبايه زبده، كوبايتين سكر بودره وفانيليا. يبقى الفروستنج تاني 150 جرام كريم تشيز، نص كوبايه زبده، كوبايتين سكر بودره وفانيليا. هقول تاني مقادير الكب كيك نفسها: 200 جرام دقيق، 150 جرام سكر، 200 جرام زبده، 4 بيضات، معلقه كبيره بيكنج باودر، فانيليا، نص كوبايه لبن، كيلو كريز منزوع البذور. وزي ما قلت لك اي نوع فاكهه انت ممكن تستعمليه، بس ما تكونش الفاكهه ميتها كتير. يعني ما ينفعش اجيب كريز مجمد واروح حطاه عليها غير لو انا خليته يفك وصفى ميته كويس جدا واستعملته. انا الكريز شايله منه البذر طبعا، عشان ما ينفعش ان حد ياكله يلاقي بذر في بقه. فلو انت هتستعملي حاجه مجمده لازم تصفيها من الميه، ما ينفعش، والا الميه هتنزل على الكب كيك هتبوظ لك الوصفه خالص وهيلزق وهيتلخبط، مش هيبقى مظبوط. ده الوصفه دي هستعمل فيها فاكهه فريش عصارتها قليله، ممكن استعمل عنب، العنب برده بيطلع حلو قوي، بس لو الحاجه عندي يعني لو عندي فراوله في الفريزر مش هينفع استعملها فيها، دي حاجه تانية خالص، هضطر اعملها صوص واعملها فيلنج كب كيك احشيه بصوص الفراوله، لكن استعملها بالوصفه اللي هنعملها النهارده دي مش هتنفع. خلاص اول حاجه هنبتدي نضرب مكونات الكب كيك. اول حاجه البيض والسكر والزبده، بسم الله الرحمن الرحيم، هنضربهم كلهم في العجينه. واجي الرابعه، وبعدين هستعمل معاه السكر والفانيليا. الفانيليا مهمة يا جماعة عشان البيض، كل بيضتين بستعمل لهم كيس فانيليا لو أنا هستعملها كيس. لو أنا هستعمل المعالق اللي هي الفانيليا السايلة يبقى أنا هستعمل معلقة صغيرة لكل بيضتين. يعني أنا هنا حطيت 4 بيضات هستعمل كيسين فانيليا علشان ريحه الكيكه تبقى حلوه. وابتدي الاول بالراحه لغايه لما تمسك تجمع مع بعضها، وبعد كده بزود السرعه عشان ما الاقيش ان انا كل الكاسيت بالزبده. هنضربها تبقى هشه، وبعد كده اهو هزود لها بقيه المكونات. يا ريت في الوصفه دي تبقوا ناخدين دقيق بيبقى احسن. واحنا هنستعمل قوالب كب كيك هنبطنها بالورق المخصوص. ما عنديش قوالب كب كيك، ممكن استعمل صينيه عاديه. يعني ما انا هعملها لكم النهارده كده وكده عشان تشوفوا شكلها ايه. هحط دلوقتي البيكنج باودر واللبن والدقيق، بسم الله، وهنزل الزبده دي علشان كله يتخلط في بعض. مش مستاهله ان انا اعملها على ايدي، يعني في كيكات لازم الدقيق في الاخر يتعمل بالمعلقه الخشب على الايد، لكن دي لا، دي عايزه ام خالد. ام خالد، ايوه ايوه حبيبتي، ايوه ازيك؟ لو سمحت يا ريت توطي التلفزيون يا ام خالد شويه، عايزه اعرف طريقه حاضر خلي طريقة البوري. طريقة الايه؟ طريقة البوري، عايزة اخليله البوري. تخليلي البوري اللي هو سمك البوري اللي هو الفسيخ. اوكي ماشي، من عيني كده اهو. انا عايزة اخد بس
الجناب بتاعت العجينة. وزي ما قلنا احنا هنستعملها هنا يا اما في كب كيك او صينية عادية، مفيش مشكلة، دي او دي الاتنين هينفعوا. المهم انها تتضرب كويس قوي. ادي قوالب كب كيك، دي اهي المكرونه بتاعتنا كمان طلعت. حطها هنا احمد بتهيألي احسن. المكرونه طلعت، بصوا مجرد ان الحراف غليت طلعناها، مش لازم تتحمر لان هي اصلا ملونه، فانا عايزاها تبان كده الالوان بتاعتها. اهو هنعمل ايه، نحط بقلبه كويس، وبعدين بمعلقتين ببتدي احط عشان ما نوسخش الدنيا ونوسخ القالب. هعمل ايه، نشيل بس ده عشان الدنيا حواليها ما تبقاش ايه غروطه، تبقى الدنيا نظيفه. خليها هنا مش مشكله اهو كده، اهو واحده واسند بالتانيه. احط هعمل حوالي اقل من نص شويه او النص، بس انا علشان عايزه احط لها فروستنج مش عايزاها ابعد. ايه دي، طيب نحطها كده، دي وعاء الخلاط بالفصحى كده اهو. اروح حطها كده، بص اهو مش هزود كتير علشان انا هحط لها فروستنج. اه وقعت مني اهي، خيبانه انا كده. لما اجي ازوق الحاجه احط لها فروستنج، مش لازم اخليها تبقى ابه. الكب كيك لازم يبقى مستوي علشان الفروستنج او الكريمه اللي فوقيه تقعد كويس، لكن لو الكب كيكايه ابه هتلاقيه وقع من عليها، فمش هينفع، فلازم ما املهاش على الاخر. اوكي، لازم انضف هنا اهو عشان تبقى نظيفه. ادي كده اهو. وهنعمل ايه، هنجيب بقى الكريز الفريش وهحط في كل واحده مثلا 3 أو 4 زي ما انا عايز اهي. خلاص زي ما قلت لكم احنا شايلين البذر من الكريز، صعب جدا انا احطه بالبذر بتاعه والا هيكسر سنانه كده اهو. او هنعملها ودي احمد، او هنحطها كلها في قالب مدهون. انا دهناه كويس قوي زبده، بسم الله الرحمن الرحيم. هنحطها برضو طبقه مش كبيره لان هي ما بتبقاش تخينه. لو الصينيه عندي صغيره وعايزه الكيكه تخينه، فانا هحط الكريز على مرتين، يعني هحط طبقه اولانيه زي دي رفيعه واحط عليها الكريز، وارجع احط طبقه ثانيه وعليها الكريز كده اهو. اهو هنخليها كده، هندخلها فرن 170، مش هتاخد معايا تلت ساعه مثلا، ما بتاخدش وقت كتير اهي، بتبقى كده اهو. وهخلي طبعا شويه كريز ازوق بيهم في الاخر بعد ما اعمل الفروستنج عليها. هنطلع دلوقتي بعد ما نحطها في الفرن، نطلع لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل تاني، استنوني. ده شكل الكب كيك بعد ما خلص، هتزوقه بالفروستنج. هنوريكم دلوقتي احنا هنزوقه ازاي، بس انا ايه بوريكم احنا حطيناه اهو وزوقناه بكريزه في الاخر. دي الكب كيكس. الفروستنج سهل قوي، احنا بنعمل ايه، بنحط الكريم تشيز مع الزبده والسكر الباودر والفانيليا وبنضربهم في الخلاط، بعدين بنحطهم في الثلاجه 10 دقائق ربع ساعه تجمد بس شويه، وبعدين بنبتدي اهو. زي ما قلت لكم انا عايزه الكب كيك فلات كده مبطط علشان الفروستنج تقف عليه والا هتقع مني. وبعدين اجي اروح حاطه، وهي هنحط فروستنج كتير عشان ساره عايزه فروستنج كتير، هنحط لها فروستنج كتير ونحط هنا اهو، ولا يهمك يا ست. وعايزه كريز كتير كمان، نحط لها كريز اكتر.
ادي الاثنين دول عشانك مخصوص. كده اهو. بعد كده الكريز تاني، الكريز لازم يكون بذره متشال، لان صعب قوي ان احنا نحطه بالبذر اهو. وادي كده اهو، كده الكب كيك الكريز والفروستنج بتاعه بالكريم تشيز، وحطينا عليه برضو كريز. احنا ممكن نحط كذا واحده كمان يعني، بصوا اهي، نحط كذا واحده عليها علشان اللي بيحب الكريز زي ساره كده يبقى ايه براحته. شايفه حلوه يا ستي ساره مصوره معانا. اوكي كده اهو، ادي الكب كيك. هنقول الحاجات اللي اتطلبت مننا قدر الامكان.